لقيت البيضة التالتة. ده معنى كده ايه؟ النتاية بيض، 3 بيضات النتاية بار التلاتة وهم في السلاكة محبوسين عشان محدش يقول لي ده بيت حد تاني. طبعا معظمكم هيقول ايه، لا نتايتين اهو يا جماعة، 3 بيضات كسروا بيضة. والله اول ما اشوفها دلوقتي مكتوب عليها 6-1 اهو، 6-1، بس طبعا الكسر ضيعها. والبيضة التانية برضو اهي 6-1، اللي هم متبيضين في نفس اليوم، البيضتين دول في وقت واحد اهم. بعدها بيومين البيضة دي اذا ما كتبتش عليها بعدها بيومين دي كانت 8-1. هنبدأ باللي هي اخر بيضة يا جماعة، معرقة اهو بس لسه جديد، عمرانة برضو هنا دي من قبلها شوية فباين فيها اكتر، ده اوضح. طب دي دي البيضة التالتة اللي هي كسروها، دي كانت فارغة. الباب ده هنقفل على طول، انا بأكل واقفل. وقت ناخد البيض البطين بتوعها دول احضنهم تحت حمام تاني. احنا النهاردة الوقت تقريبا العصر، فلقيت النتاية برضو باضت البطين مع بعض في نفس الوقت زي المرة اللي فاتت. طبعا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشيل البيض منها لان هما القص تقيل فبيكسر البيض. اعطي النتاية نص قرص من الكالسيوم ده، دي 3F، واعطيها فصين توم اقشرهم وزغطهم لها كده. وبرضو لما تبيض تاني بكرة هعطيها، وبعد بكرة هعطيها برضو نص قرص الكالسيوم والفصين التوم. كتبت على البيض اهو مميز 24-1 البطين، هشيلهم دلوقتي. بيضة بلاستيك هحطها يرقدوا عليها علشان نشوفهم هيبيضوا البيضة التالتة ولا لا. بقفل طبعا، هي باضت البطين دول في نفس اليوم. هنشوف يوم 26 اخبارها ايه وباضت ايه. طبعا ده الذكر اللي رقد على البيض، انا كنت حاطط بيضة بلاستيك. دي البيضة البلاستيك، ايه ده، بسم الله ما شاء الله، باضت بطين في وقت واحد. النتاية دي بتبيض 4، اول مرة يا جماعة اشوف فعلا النتاية اللي بتبيض 4 دي. دول هنكتب عليهم برضو التاريخ 26-1، وهنحضنهم تحت حمام بيض النهاردة او هيبيض بكرة او امبارح، مش مشكلة يعني فرق يوم. كتبت عليهم اهو يا جماعة 26-1 مميز عشان اميزهم طبعا عن البيض التاني. اجيبهم كده ومحضن هنا 2، خدهم برضو على التانيين. ادي ال4 بيضات اهم بعد ما جمعتهم، الاثنين اللي بالقلم الاسود اهم، دول البطين اللي متبيضين في الاخر، ودول البطين اللي متبيضين بالاول اللي كان مكتوب عليهم باللون الاخضر بس الكتابه اتمسحت. النهارده 2-2، هنكشف على بيض القص ده اللي هو باض 4 بيضات. اول واحده فارغه، نجيب اختها اللي هي اتباضت معاها في نفس اليوم اهو. جبنا التانيه اهي، ما شاء الله ما شاء الله مخصبه، دي اختها، يبقى واحدة وواحدة. نشوف اللي هما اتباضوا يوم 26، دي واحدة من اللي اتباضت يوم 26، كان فيها تقريبا بهو فيها تخصيب بس فرش زي ما حضرتك شايف كده، اللي عمل الدايرة الكبيرة دي، يبقى دي باظت لكن هي كانت مخصبة. المهم احنا كده اتأكدنا ان عندنا ذكر، ان هو ذكر ونتاية، عشان الناس اللي هتقول ده نتايتين، لا هما ذكر ونتاية، دي مخصبة بس دي ايه باين فيها اكتر. المهم معانا بطين عمرانين من القص اللي بيبيض 4 ده. هجربه كمان عيش، اعطيه فلفل اسود في الفم 3-4 ايام اسبوع، 3 حبات فلفل 4 حبات فلفل، واستخدم السيلينيوم المستورد اللي انا بستخدمه معهم. بس هكثف الجرعة شوية للذكر ونشوف اذا طلع برضو بطين ملانين وبطين فاضيين او 3 زي ما كان عامل في العيش اللي قبل كده، هنشوف. ابقى افكر اغير الذكر برضو، انا نفسي يطلع 4 مخصبين، تكون دي المعجزة الكبرى بقى. لإيه الفايدة ان هو طلعت 4 ومنهم 2 مخصبين واثنين فاضيين؟ مفيش فايدة غير ان احنا ان البيض طلع حجمه صغير. 4/2/4 فبراير، افتح كده السلاكة لقيت الحمامة محصية اول حصوية، تمام. المرة دي حصت حصوية واحدة، كانت محصية المرة اللي فاتت توأم 2 مع بعض في يوم واحد. طيب طبعا القص ده اشتغل كتير، باضهم 7 بيضات قبل كده في حوالي 15 يوم، بعدها حوالي كمان بقالنا كده نقول ايه 8 ايام مثلا باضت اول حصوية، يمكن معرفش بقى رجعت لطبيعتها ولا هي تعبت من كتر الشغل. بنا عايز اريحها شوية برضو عشان نشوف طبيعتها ايه.
طبعا ان سبتها مع نفس الذكر تاني برضو نشوف برضو البيض مخصب ولا لا. هاخد البيضة بتاعتها اكتب عليها التاريخ، كتبت عليها 4/2 اهو، هشيلها منها حط لها اهو البيضة البلاستيك، حطت لها البيضة البلاستيك. وهنعين البيضة ديت في العلبة في الحتة القطمة دي لما تبيض البيضة التانية عشان البيض يفقس مع بعضه. تمام. طيب هو القص ده، القص ده بيكسر البيض. انا هعمل طريقة معاه علشان طبعا المشكلة دي بتواجه ناس كتير، موضوع تكسير البيض ده. فهتشوفني برضو بعمل ايه، وفي نفس الوقت انا عايز ايه الحمام ده هو اللي حضن بيضه، بس هستخدم طريقة بس لما يبيضهم البيضة التانية، او نشوف هم هيبيضوا كام بيضة بعد كده. النهاردة 6/2 مفروض يبيضوا البيضة التانية، مفيش بيضة تانية، ما بيضوش حاجة. طيب نستنى عليهم مثلا لبكرة ونشوف هي هتبيض تاني ولا مش هتبيض. ممكن تبيض بيضة واحدة، تكون تعبت من البيض وتبيض بيضة واحدة، ما نعرفش هتعمل ايه بكرة. النهاردة 7/2 بيضوا البيضة، البيضة التانية برضو بيضت بيضة واحدة بعد ما كانت بتبيض اتنين، كانت بتبيض اتنين في كل يوم، بيضت بيضة واحدة. يبقى النهاردة هعمل ايه، هشيل البيضة البلاستيك خلاص دي ما عادلهاش لازمة، وهنكتب على البيضة التانية 7/2 لان فرق كده نقول ايه 3 ايام. طبعا هو المفروض الطبيعي ان في بقى الفرق يومين اتنين بس. طيب انا عايز احضن البيض ده تحتهم عشان اريح النتاية وفي نفس الوقت البيض ما يتكسرش. زي ما قلت لك انا جربتهم مرتين هما كسروا البيض اول عشي، فخلاص انا بقيت ايه اشيل البيض بتاعهم احضنه تحت حمام تاني، لكن القص ده تعب. طيب انا هعمل ايه، كتبت عليها اهو 7/2 والبيضة التانية 4/2 اهو زي ما هم هم. طيب في الحالة دي انا هعمل ايه، زي ما قلت لك انا هشيل الذكر لان انا عايز احضن تحتهم البيض ومش عايزهم يكسروا البيض، هما بيتعاركوا على اللي يرقد مين. فانا هعمل دلوقتي ايه، هما طبعا خايفين مني ان انا من الفلاش والتصوير، لكن انا هشيل دلوقتي الذكر. طبعا الذكر متعلم اهو، انا معلمه بالعلامة الحمراء دي، اشيل الذكر اسيبه يلعب في الارض كده براحته والنتاية تحضن البيض. طيب دي النتاية، سيب لها البيض. طيب انا هعمل ايه، الذكر احاول ان انا برضو ارجعه للبيت كل يوم ساعتين. شوف انت بتبقى فاضي امتى، يعني من افضل الساعة 10 الصبح للساعة مثلا 2 في الميعاد ده الذكورة هي اللي بترقد، فانت ساعتين 3 4 وترجع تشيله تاني، يعني تنزل النتاية مرة 4 ساعات وترجعها تاني باقي اليوم اللي هما من الساعة 10 للساعة 2 او ساعتين كفاية. المهم الذكر ما ينساش ان هو له بيض وله نتاية، عشان برضو ايه لما الزغاليل تطلع تعمل معهم تبقى يأكلهم الزغاليل الاثنين. ترجعهم، هترجعهم امتى بقى الاثنين وتسيبهم مع بعض في العش، بعد الزغاليل ما يبقى عمرها اسبوع. شفت ازاي، ما ترجعهمش الا بعد الزغاليل ما تفقس ويكون عمرهم اسبوع، تبقى تسيب الاثنين مع بعض في العين. ده لو ان انت عندك المشكلة دي، لو هم مثلا بيكسروا البيض او بيموتوا الزغاليل بعد الفأس، يبقى الحل بتاعك اللي انت تعمل كده، تعلمهم وتشيل النتاية مرة وترجع الذكر، وتشيل الذكر مرة وترجع النتاية، يبقى هو ده الحل اللي يخليهم ما يكسروش البيض. وبرضو هتابع القص ده نشوف بقى شغله هيبقى عامل ازاي بعد كده ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.